اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا قبل ما نروح فاصل معانا ماتشات الشامبيونز ليج هنتكلم عليها، وطبعا دي البدايه، لازم تكون بدايتنا هي من الماتشات دوري ابطال اوروبا، وكان في ماتشات قويه جدا. يعني في البدايه اكيد لازم نتكلم على مباراه ليفربول وبورتو، واللي كانت في ملعب بودراجاو في البرتغال، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجه كبيره جدا، 5 أهداف مقابل لا شيء. اعتقد ان ليفربول قدر يحسم صعوده لطبعا الدور التالي، دور الثمانيه في بطوله دوري الابطال بعد الفوز الكبير. يعني بورتو خلال الدوري البرتغالي لحد مباراه ليفربول استقبل 10 أهداف فقط، لكن في مباراه ليفربول استقبل 5 أهداف، فده دل على ضعف الدوري البرتغالي بالنسبه لفريق بورتو وقوه ليفربول على بورتو في المباراه. اكيد كان في طبعا تالق كالعاده للعيبه الافارقه، سواء ساديو ماني اللي احرز 3 أهداف وهاتريك، وبالمناسبه ساديو ماني اخذ بلاير اوف ذا ويك في الشامبيونز ليج، اخذ احسن لاعب في الاسبوع الماضي في الشامبيونز ليج. ايضا محمد صلاح ده تالق وبيحرز هدف رائع جدا، يعني اعتقد ان من افضل الاهداف واحسن الاهداف اللي محمد صلاح قدر ان هو يحرزها في مسيرته الكرويه. كان في عقل، يعني كان في عقل بشكل كبير جدا استخدم فيها عقله، وكمان مهارته قدر ان هو يسيطر على الكره برجليه وبدماغه، قدر ان هو يحرز هدف لليفربول. اما طبعا فيرمينيو كالعاده لازم يبقى موجود في الثلاثي المرعب لليفربول في الوقت الحالي. اعتقد ان بعد رحيل كوتينيو ليفربول بدا ان هو يفوق شويه، يفوق من ناحيه ايه؟ يفوق في ناحيه الروتيشن. دايما يورجن كلوب كان بيعمل روتيشن للاعيبه ليفربول، كان عنده نجوم كتيره جدا، فكان دايما بيلعب ب4 لعيبه قدام، وفي نص الملعب كان بيبقى 2 لعيبه عنده. دلوقتي بدا يلعب ب3 في نص الملعب و3 في خط الهجوم. يعني لو هنتكلم على الثلاثي المرعب لفريق ليفربول، فاحنا عايزين نتكلم على ديلي ميل ازاي اتكلمت وقالت ان لو في الام اس ان احنا عندنا الام اس اف، طبعا ماني وصلاح وفيرمينيو، واستعرضوا اهم الارقام اللي حققوها لحد الوقت الحالي. طبعا توتال اهداف او مجموع الاهداف اللي احرزوها الام اس اف هو 63 جول و 26 اسيست صناعه اهداف. لو هنتكلم عليهم بالترتيب هنتكلم على ساديو ماني احرز 12 هدف وصنع 7